ونتحول الآن إلى الطقس والحالة الجوية. وعودة مرة أخيرة إلى مصطفى مزار. إليك مصطفى. شكرا دينا وشكرا سحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 27 درجة والصغرى 17، يكون الجو فيها معتدل. في الإسكندرية 26 16 يكون الجو معتدل، في مطروح 24 15 يكون الجو معتدل، في بورسعيد 25 20 يكون الجو أيضا معتدل، في الإسماعيلية 27 16 يكون الجو فيها مائل للحرارة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 26 درجة والصغرى 17، يكون الجو فيها معتدل. في العريش 26 18 يكون الجو فيها أيضا معتدل، في طابة 26 19 يكون الجو أيضا معتدل، في شرم الشيخ 30 22 يكون الجو فيها مائل للحرارة، في الغردقة 30 22 ويكون الجو فيها أيضا مائل للحرارة. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 29 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، يكون الجو فيها مائل للحرارة. في أسوان 29 17 أيضا الجو فيها مائل للحرارة، في الوادي الجديد 29 16 مائل للحرارة، في شلاتين 29 20 حار، وأخيرا في حلايب 26 20 يكون الجو فيها معتدل. والآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.